الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله يا رحمه الله الواسعه ويا باب نجاه الامه يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر ان العاقبه للمتقين من الامور التي يهتم بها المؤمنون مسألة التفكير بحسن العاقبة ولهذا شوف مثلا قد يكون من اجمل الادعية التي يتلقاها المؤمنون فيما بينهم ان يدعو احدهم للاخر بحسن العاقبة يقول له احسن الله عاقبتك يعني نتيجة حياتك النتيجه التي تخرج بها من هذه الدنيا تنتهي الى نهايه طيبه تنتهي نهايه سعيده تنتهي الى مال جميل الى موقف نبيل يا ترى موضوع حسن العاقبه او سوء العاقبه هل له قواعد معينه هل له ظروف معينه هل له مقدمات؟ هل له معادلات؟ تحكم كون هذا الانسان سينتهي إلى عاقبة حسنة، وذاك الانسان سينتهي إلى عاقبة أخرى؟ يعني ما هي الأمور التي تميز هذا الموقف عن ذاك الموقف؟ نحاول أن ندخل إلى هذا الموضوع المهم بعد تأمل في بعض الأخبار والروايات عن النبي صلى الله عليه وآله خير الأمور أحسنها عاقبة يعني لما نريد نقيم عمل معين نشوف النتيجة وراح تأدي وهذا يخلي عند الإنسان المؤمن نظرة مستقبلية يستقرف أو يستشرف المستقبل يستقرأ الواقع ويستشرف المستقبل مما روي عن عيسى عليه السلام روح الله انه قال ان الناس يقولون ان البناء باساسه وانا لا اقول كذلك قالوا اذا ما تقول يا روح الله قال بحق اقول لكم ان اخر حجر يضعه العامل في البناء هو الاساس، هو المهم، يعني النتيجة كيف ستنتهي؟ في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: قد يسلك بالسعيد طريق الأشقياء حتى يقول الناس ما أشبهه بهم، بل هو منهم، ثم تدركه السعادة، وقد يسلك بالشقي طريق السعداء حتى يقال ما اشبهه بهم بل هو منهم ثم يدركه الشقاء فاذا ليست دائما الامور تنتهي اعتمادا على هذه المقدمات ولهذا الكثير احنا عندنا من الادله في التاريخ أو في الواقع المعاصر قد هناك أناس نعرفهم شخصيا بدأت حياتهم باتجاه ولكنها مع الأسف انتهت باتجاه آخر، يعني ما كان هذا الاتجاه واضح بالنسبة إلى هؤلاء، على سبيل المثال يمر علي عليه السلام ذات ليلة من ليالي الكوفة ومعه أحد أصحابه وإذا به يسمع صوتا منشغل بقراءة القرآن الكريم أما هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة فقال ذلك الرجل يا أمير المؤمنين هنيئا لهذا المؤمن في هذا الهجيع من الليل وفي هذا السكون وفي هذا الظلام المطبق يترنم بآيات من القرآن الكريم التفت إليه أمير أمي عليه السلام قال أنظر حتى يختم له يقول فشككت في الموضوع هذا رجل مؤمن وتقي وجاء القرآن في منتصف الليل صارت واقعة النهروان وقتل أكثر الخوارج آنذاك التفت علي عليه السلام إلى ذلك الرجل قال أتذكر ذلك القارئ للقرآن في جوف الليل قال نعم يا أمير المؤمنين قال هو هذا هو هذا قد قتل مع الخوارج إذن أكو عواقب تختلف غريبة يعني تناقض غريب كما يقولون 180 درجة حتى في واقعنا تاريخنا المعاصر يقال أن ستالين أول ما بدأ حياته كان راهبا في كنيسة كان رجل دين ستالين ثم صار هذا الجزار المتفرع الذي قتل ملايين الفلاحين في سيبيريا إذا موضوع حسن العاقبة أو سوء العاقبة يحتاج إلى تأمل ندخل إلى هذا الموضوع عبر محورين المحور الأول يا ترى هل هناك ثمة فوائد تربوية فوائد تعليمية يمكن أن نستقيها مفاهيم يمكن أن نأخذها نستلها من موضوع حسن العاقبة أو سوء العاقبة الفائدة الأولى أن على المؤمن أن لا يغتر بما هو عليه ليقول الحمد لله أنا أموري ماشية وأنا إنسان مؤمن وأنا ضمنت الجنة ليس عند الإنسان غرور ولهذا إحنا عندنا في الروايات على المؤمن أن يستصغر عمله وأن يستكثر ذنبه إحنا دائما مثلا نقرأ في دعاء الصباح بعدما تنتهي من دعاء الصباح لأمير مؤمنين تسجد وتقول إلهي قلبي محجوب ونفسي معلو معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب بعد وطاعتي قليل ومعصيتي كثير حتى الإنسان دائما يشعر بالتقصير الشعور بالتقصير يمنع من ترك الواجبات يمنع من الشعور بالغطرسه والاستعلاء وان الانسان خلص وصل الى المرحله التي لا يخشى عليه بعدها دائما الانسان لان الشعور بالتقصير يدفعك الى مزيد من العمل حتى نقرب المعنى فرضا جاءك احد اصدقائك المحسنين اليك المحبين لك جاءك ضيفا الى بيتك انت كلما تخدمه تشعر انك ما زلت مقصرا لانه صح فضل عليك هذا الشعور بالتقصير يعني يدفعك الى مزيد خدمة لهذا المؤمن الذي حل بدارك ضيفة ولهذا عندنا في الروايات رب حسنة قادت الى النار ورب سيئة قادت الى الجنة يمكن انسان المؤمن يرتكب سيئة ولكن هذه السيئة تنبهه تجعله يعود إلى طريق الاستقامة ويمكن إنسان يعمل عمل صالح لكن يصاب بالغرور يصاب بالخيلاء فتؤدي إلى عاقبة سيئة أو بالله هذا أولا ثانيا علينا أن لا نستأجل في تقييم الناس أن لا نستأجل في تقييم الآخرين حتى ننظر إلى نتائج حياتهم أنا أذكر حينما كنت أعد رسالة الماجستير المنبر حسيني نشوء حاضره آفاق المستقبل وأكيد فيه الكثير من الأعلام لازم وترجمهم في هوامش الرسالة العلمية فنصحني أحد العلماء المرحوم آية الله الشيخ محمد باقر الناصري رحمة الله عليه قال لا تترجم لإنسان حي لا تمدح ولا تذم لانك لا تعلم سوف اين ستكون عاقبه هذا الانسان وهذه نصيحه جيده ونصيحه مهمه في هذا المجال اذا علينا ان لا نستعجل في تقييم الاخرين وننظر كيف تنتهي مواقفهم ثالثا عدم اليأس من اصحاب الذنوب كم من عاكف على ذنب ختم له بخير لا تيأس من المذنبين لا تيأس من العاصين لا تيأس من أصحاب الموبقات لأن ربما الله عز وجل يهديهم ربما يفتح لهم بابا إلى رحمته ولهذا علينا أن لا نيأس من ذلك يمر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ذات ليلة في زقاق من أزقة بغداد يمر على دار تنبعث منه أصوات الغناء والطرب وجارية تخرج بيدها شيء تريد أن ترميه سألها الإمام عليه السلام يا جارية من سيدك؟ قالت له بشر قال سيدك هذا حر أم عبد؟ سؤال استغربت منه قالت لا يا سيدي حر لأن هي وصيفته هي أمته قال صدقتي لو كان عبدا لاستحى من مولاه هاي الكلمة لما قال لها سيدها أين كنت أبطأتي قالت والله صار حوار بيني وبين الرجل قال كذا وقلت كذا ثم قال لو كان عبدا لاستحم من مولاه سبحان الله هذه الكلمة أخذت ما أخذها قال لها صفيه لي قالت له أسمر النحيف سيماء السجود بين عينيه تميله الريح اذا مال، قال: ويحك هذا راهب بني هاشم هذا موسى بن جعفر وركض خلفه حافي القدمين وهو يقول: هل لي من توبه؟ قال: ان تبت تاب الله عليك، والان هو رمز من رموز الزهد بشر الحافي ادخل على جوجل بس اكتب بشر الحافي وكيف تغير من موقف الى اخر. اذا لا نختر بما نحن عليه بعد لا نستعجل في تقويم الآخرين وتقييمهم لا نيأس من هداية إنسان رابعا من فوائد الإيمان بحسن العاقبة أو لا سمح الله الخوف من سوء العاقبة أنك تبادر إلى الأعمال الصالحة لما تدعى إلى مشروع طيب إلى موقف النبيل الى عمل ايجابي اسرع لانك لا تعلم متى تنتهي حياتك. الانسان لا يعلم متى يخرج من هذه الدنيا. ما عنده علم الانسان. هاي الامور بعلم الله تبارك وتعالى. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا. هذا السبيل الى ان لا ترى احدا. للموت فينا سهام غير طائشه، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. ولهذا انا رأيت احد العلماء وقد كان يقوم بعمل تبليغي وعاد الى بيته منهكا واذا بالباب تطرق هناك سائل يسأل مسأله راسا قام واستقبله قلت له مولانا ارتاح أنا انت جئت من من عمل مجهد قال انا ما ادري متى تنتهي حياتي ربما هذا العمل اخر عمل اقدمه في سبيل الله فيكون الايمان ويعني الطلب من الله والسعي نحو حسن العاقبه يجعل من الانسان المؤمن انسانا مبادرا لاعمال الخير يعني به نظره ايجابيه يكون مبادر لا يؤخر اعمال الخير والسابقون السابقون اولئك المقربون هذا المحور الاول وفيه بعض الفوائد التي يمكن تصورها عن اهميه موضوع حسن العاقبه او لا سامح الله سوء العاقبه المحور الثاني ما هي الأمور التي تؤدي إلى حسن العاقبة؟ وما هي الأمور الأخرى التي والعياذ بالله تؤدي إلى سوء العاقبة؟ أولاً العقل ما يؤدي إلى حسن العاقبة القسم الأول العقل لأن الإنسان الذي يحكم عقله يدرس الأمور ويتعقلها ولا يجعل للهوى طريقا الى اتخاذ قراراته يكون من الفائزين يكون من الذين يصلون الى الحق لان الوصول الى الحق في الواقع يحتاج الى تامل لا يمكن ان يكون الانسان العاقل بعيدا عن دين الله اصلا هو الدين الله عز وجل اراد الانسان ان يكتشف خالقه من خلال العقل أنت كما في الروايه ان الله عز وجل يخاطب العقل بك اثيب وبك اعاقب وهو احب الخلائق الى الله لان به يتميز الانسان عن, عن الاخرين فاذا تحكيم العقل المنطق التروي دراسه المواقف محاوله اخذ القضيه من اكثر من بعد مما يجعل الانسان موفقا لكي ينال حسن العاقبة إن شاء الله ثانيا خوف الله التقوى أن يعيش الإنسان خوف الله أن يتق الله عز وجل والتقوى كما وصفت أن لا يجدك الله في معصية وألا يفقدك في طاعة التقوى في الواقع هي حصن يتحصن به الإنسان المؤمن ولهذا دائما عندنا في آيات القرآن الكريم والعاقبة للمتقين، الإنسان الذي يتقي الله الذي يخاف الله تبارك وتعالى دائما ما يختم له بالعاقبة الحسنة الذي يخشى الله الذي يرعى الله تبارك وتعالى وهذا أمر في غاية الأهمية أن لا ينسى الإنسان ربه لأن ما يعرف في أي موقف من مواقفه قد يستولي عليه الشيطان والعياذ بالله ويخرجه عن مساره الذي كان عليه طوال حياته، واحنا نشوف كثير في حياتنا الحاضره التي نعيشها ناس مؤمنين، اصحاب تاريخ، اصحاب مواقف رساليه سبحان الله الدنيا وامتحاناتها وابتلاءاتها وتغير اوضاعها غيرت بعض المواقف، غيرت بعض الناس، غيرت بعض أه الشؤون بحيث كان الانسان في عالم وانتقل الى عالم اخر يمكن بعضهم يعني يقوم بالاستهزاء باخوانه يبكي على عقولهم يستهزئ بهم وهذا تصوره انه أصبح, إنسان اصبح انسانا متقدما أه اصبح انسانا يعني حديث التفكير وجدد عقله وتفكيره إذا العقل أولاً تقوى الله ثانياً ثالثاً من الأمور التي تهيئ العاقبة الحسنة خدمة الناس قضاء حوائج المؤمنين إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام يقول قضاء حوائج إخوانكم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى حسن عاقبتكم يعني عواقب اعمالكم بقضاء حوائج اخوانكم هذا ربط رائع ربط جميل بين الخدمه التي يقوم بها الانسان في حياته يخدم المجتمع يخدم الناس يخدم اخوانه الاخرين لانه بذلك يضمن حسن العاقبه يضمن النتيجه التي تؤدي الى خير ولهذا لما اراد الخليفه العباسي هارون ان يجعل علي بن يقطين وزيرا له، قال له الامام عليه السلام: اضمن لي واحده اضمن لك ثلاثه، اضمن لي ان تقضي حواج اخوانك انا اضمن لك الا ترى حد السيف ابدا، الا يضلك سقف سجن ابدا، الا يدخل الفقر الى بيتك ابدا. والامام الصادق عليه السلام يقول: الساعي في قضاء حاجه اخيه كالساعي بين الصفا والمروه. اذا هذه ثلاث موارد تجعل من الانسان مطمئنا الى ان الله تبارك وتعالى سوف يختم له بالعاقبه الحسنه. القسم الثاني والعياذ بالله وهي سوء العاقبه. سوء العاقبة أولا نتيجة للأعمال السيئة فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين هذا الإنسان المكذب هذا الإنسان المجرم هذا الإنسان الطاغية هذا حتى للتوفيق يعني لل للهدايه لا يوفق الذي ينتقم منه يعني هذا انسان ولغ بالدماء انتهك الاعراض ايتم الاطفال رمل النساء هذا حتى للتوبه لا يوفق لابد ان تنتهي حياته الى سوء العاقبه حتى ينال جزاء اعماله السيئه ومواقفه السلبيه التي اذت الاخرين اذا المجرمون الطغاة المنحرفون الظالمون تكون نتيجتهم سيئة بسر ابن ارطات الذي كان مخلبا من مخالب معاوية يبعثه إلى اليمن في ذهابه وإيابه يقتل ثلاثين ألف مسلم وحينما وصل إلى صنعاء وفر واليها عبيد الله ابن العباس أخذ طفلين صغيرين لعبيد الله بن العباس كان قد خبأهما عند جار له وذبحهما على باب المسجد الجامع بصنعاء حتى ذهب عقل أمهما المسكينة كانت تأتي الموسم موسم الحج وتسأل الحجاج عن طفليها الصغيرين ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشضى عنهما الصدف ها من احس بطفلي اللذين هما عقلي وقلبي فعقلي اليوم مختطف ابيات مؤلمه لما سمع بها علي عليه السلام بكى وقال اللهم اسلب ابن ارطات دينه ولا يموتن حتى تسلبه عقله فعلا جن في اخر ايامه واهله كانوا يسووا له سيف من خشب ووسائد مخدات يضرب بها ووصل به الامر والعياذ بالله انه كان ياكل اما تخرج بطنه ربط اهله يديه قال انتم تمنعان تمنعوني ولكن الطفلين يامران بذلك وكان ينحني وياكل والعياذ بالله بهذه العاقبه السيئه. اذا العاقبه السيئه للظالمين للمجرمين تؤدي الى كذلك الموقف السيء بحق الاخرين مرة الانسان يظلم نفسه عندي خطأ مع نفسي انا، ومرة اظلم الاخرين، انتقم من عوائل، اسبب اذى لمجتمع، هذا لابد ان ينتهي الى سوء عاقبة. ثانيا سوء العاقبة قد يكشف ضعف الاستعداد الايماني، يعني كيف؟ يعني هذا الانسان يبدو عليه كان مؤمن لان الجو هو جو المؤمنين. اصدقاء اصدقاء مؤمنين. لكن بس يتغير هذا الجو بس يتغير الوضع تنكشف كثير من الحقائق تبرز المواقف الص يعني الدقيقه والمواقف التي لا غبار عليها يعني يعود الانسان الى حقيقته ذات يوم كان علي عليه السلام يخطب من على مسجد الكوفه منبر مسجد الكوفه فقام رجل وقال يا امير المؤمنين ان خالد ابن عرفه قد مات فادعو له فاستغفر له قال لم يمت ولن يموت حتى يقود جيش ضلاله يحمل رايته رجل اسمه حبيب بن حمار ويدخل من هذا الباب باب مسجد الكوفه واذا بحد الجالسين قام قال يا امير المؤمنين انا حبيب بن حمار وانا لك شيعه قال لا انت الان ضمن الجو العام لانه انا حاكم وانا خليفه انت شيعي لكن اذا ذهب حكم امير المؤمنين سوف لن تبقى على موقفك هذا الراوي لهذه الحادثه يقول دعوت الله ان يطيل عمره فعلا يقول جرت الامور بعد استشهاد امير المؤمنين والحسن ومجيء الحسين عليهم السلام الى كربلاء اول كتيبه خرجت لحرب الحسين يقودها خالد بن عرفطه والذي يحمل الرايه حبيب بن حمار فقلت في نفسي صدق والله امير المؤمنين. اذا سوء العاقبه يكشف عن خلل تربوي عن خلل ايماني ما كان معروفا. النقطه الثالثه والاخيره سوء العاقبه قد يكون من اسبابها تغير البيئة يعني هو الانسان يرمي نفسه في بيئة لا تعينه على الالتزام. الايمان مثل الشجرة الشجرة تحتاج الشمس تحتاج الهواء تحتاج الماء تحتاج التراب تحتاج الاسمدة حتى تكون شجرة مثمرة كذلك الايمان الايمان يحتاج الى الجو العام يحتاج للمسجد يحتاج للمأتم الحسينيه، يحتاج لندوه، يحتاج لجلسه قران كريم، يحتاج لالتقاء مع اجواء الايمان. فحينما يلقي الانسان بنفسه او بعائلته، باولاده في مكان نائم في مكان بعيد ليس فيه ذكر الله، ليس فيه مسجد، ليس فيه مؤمنين، ليس فيه مسلمين. يعني كيف تتوقع ان يكون مثلا أن تكون عائلتك بالمستقبل بعد جيل أو جيلين كيف ينتهون؟ بعض العلماء الذين هاجروا إلى أمريكا الجنوبية، ذاك يوم قرأت تقرير أحد العلماء يبدو كان من سوريا الآن أحفاده كلهم نصارى، كلهم مسيحيون لأنه ما ممكن الجو هذا العام، والواحد يكون يفكر ألف مرة قبل أن يخطو خطوة قد تؤدي إلى نتائج سلبية. اذا حسن العاقبه وسوء العاقبه مما يمكن ان نستفيد من هذه الفكره من هذا المصطلح ان الانسان عليه دائما ان ينظر كيف تنتهي حياته ومواقفه ولهذا نشوف الاحداث الكبرى في التاريخ تحدث عمليه تغيير في المواقع كما يعني من اوصاف يوم القيامه انه تتغير كثير من الحالات يعني تغير المواقف وتغير الاحداث عليه السلام يخطب لتبلبلن بلبله ولا غربله حتى يعود اعلاكم اسفلكم واسفلكم اعلاكم ولا يسبقن سابقون كانوا قصروا وَلَيُقَصَّرُنَّ سباقون كانوا سبقوا تشوف احداث كربلاء برز فيها اناس بدايتهم شيء ونهايتهم شيء اخر سواء من السيء الى الحسن او من الحسن الى السيء على سبيل المثال زهير ابن القين الذي كان كما تقول الروايات تصفه بانه عثماني الهوى كان يكره هذا الخط خط امير المؤمنين وابنائه وكان في الحج وما احب ان يلتقي بالحسين في الطريق إذا نزل حسين في مكان هو يروح إلى مكان ثاني إلى أن اجتمع سوية في زرود بعث عليه حسين دخل الحسين بعدما أرسل خلفه وقال يا زهير أنت مقتول معنا أنا أجد أن اسمك مع الشهداء قال وهو كذلك ابن رسول الله رجع إلى أهله مستبشرا طلق الوجه قال سبحان الله رجع إلينا زهير بوجه غير الوجه الذي خرج به منا وزع امواله وزع ما عنده من ممتلكات طلق زوجته حتى لا تصاب باذى بكت وقالت خار الله لك الخير لكن اذكرني عند جد الحسين اذكرني عند رسول الله وكان لزهير ابن القين مواقف يوم عاشوراء يذد ويذود ويجاهد وكانت له خطبه يوم الطف دع الناس فيها الى ان يتخذوا الموقف الذي يريده الله ويريده رسوله لكنه وصل إلى طريق كان لابد أن يمتشق حسامه ويرفع قناته وينزل يقاتل عدا الله إني زهير وأنا ابن القين أذدكم بالسيف عن حسيني وقاتلهم قتال الأبطال إلى أن سقط شهيدا ووقف الحسين على مصرعه وقال رحمك الله يا زهير ولعن الذين قتلوك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير وهكذا كان حسين يوم عاشوراء يقدم الضحية بعد الضحية والقربان بعد القربان والشهيد يتلوه شهيد حتى إذا نفض يديه من أحبته وقف بباب المخيم يقول من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين ابن رسول الله يا ترى ما بقي عنده حتى يقدم له فرس الحب وهي عادة كانت عند العرب وإذا به يفاجئ بأخته زينب تقود الجواد بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة وهي تقول ما اجلدني وما اقسى قلبي اي اخت تقدم لاخيها فرس المنيه من ذا يقدم للجوايا ولعنت والصحب صرعى والنصير قليل آه فاتته زينب بالجواياد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل آه وتقول قد قطعت قلبي يا اخي حزنا فيا ليت الجبال آه تزول وإذا به ينادي يا رقية يا فاطمة يا سكينة يا فلانة يا فلانة هل من إلي فقد حان الساعة الوداع جاءت إليه أخواته احتفت به بناته هذه تقبله من يده الأخرى من قدمه الثالثة من أطراف ثيابه رد عياله من العطش يوما صاحب صوت التوديع قوم مثل سرب القطا قاما يا حاما تطيح عليه وحدتهن وتاثر يا خويا الروح اللي احنا فداياك دخدنا يا الحرب يا حسين وياك غابة يا وقعدتنا أقول أنسافر ويوم يزدر أَحِمَّ الله يا بعدك ضيعنا بيد النائب حسرة بوادي آه بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بحب الخلق إليك فرج عنا أرحمنا عافنا أعفو عنا نجنا من هذه الجائحة والمسلمين والبشرية جمعاء يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا يسر امورنا اشف مرضانا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا ايد علماء العاملين مرجعيتنا الدينيه المباركه المؤسسون تقبل اللهم عملهم الى ارواح امواتهم وامواتكم ارواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من اهداهم ثواب الفاتحه مع